السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا وعلي نسوي كبة نية بزيت الزيتون، غير شكل كبة حلبية منظومة إذا تطلع إن شاء الله. خلينا نبدأ. أول شيء بدي أتشكركم كتير لأنكم زرتوا قناة صديقتي أم أسامة ودعمتوها، ويا ريت كمان تزوروها أكتر والدعم يكون أكتر، وشكرا كتير لكم. واسم القناة تعلم الإنجليزية من الحروف إلى الاحترافية. هلا هون أول شيء خليني أحكي عن الشغلة اللي بتعطي طعم كتير طيبة للكبة النية، هي الفليفلة الحمراء المجبسة أو المجففة. هاي هي إذا موجودة وحطيتوها فعلا تعطي طعمة التيبيس فيها وطعمة الفليفلة، كتير كتير بتطلع طيبة. أنا هون عندي هاي نقعتها بالمي من 3-4 ساعات تقريبا، خسلتها أول شيء وبعدين نقعتها بالمي مثل ما كنتم شايفين هيك، وبدي أديرها مع البرغل بالماكينة. هي هالمرة الكبة بدي أسويها بالماكينة، واللي ما عنده ماكينة بيساويها على العجانة، بس هدول طبعا بنضربهم بالمكسر وبنساويها على العجانة، يا إما كمان بإيدنا بيصير بعد ما نضرب هدول بالمكسر، البصل، الفليفلة، البندورة، الفليفلة الخضراء والحمراء بالمكسر، ومنكمل الشغل بايدنا بطشط او بصينيه او بشي او بالعجانه كمان اذا عندكم. هلا اول شيء بدي اروح اقشر هاي البندوره، انا بدي احط لها بندوره، ما بدي احط مي ابدا، بدي احط لها بندوره فلفله خضراء مع حمراء، طبعا هاي كمان والبصل، هدول كلهم بده يطلعوا ميات فيهم رح يستنقع البرغل. هون عندي كيلو ونص مثل ما قلت لكم، هلا بدي احط لها هاي البندوره، بسم الله، مع الفليفله وكمان الفليفلة المجبسة، بسم الله، وهي كمان دبس فليفلة أو معجون الفليفلة، معلقتين أو ثلاث معالق كبار، لأني أنا البرغل عندي كتير، شفتوا قلت لكم كيلو ونص، وهي حسب الرغبة مية فرنجي أو معجون الطماطم أو البندورة، معلقة صغيرة تعطيها طعم كتير طيبة إذا بدكم تحطوها وإذا بتطلع. هي كمون معلقة صغيرة مليانة، بس بابريكا حسب الرغبة، إذا بدكم تحطوا كمان لا ما بتكون، أنا حطيتها لأن هي حادة، وملح، الملح حسب الرغبة، بسم الله، بس ملح لا تكتروا لأني دبس فليفلة أو معجون الفليفلة مالحة كتير أو وسط ملحة، المهم انتبهوا لا تكتروا ملح. خليني أحركهم مع بعضهم، بسم الله. هلا مثل ما شفتوا أنا مي ما حطيت طاوة مع البرغل، هيك كل هدول حطيتهم، البندورة، البصل، الفليفلة، كلهم رح يطلعوا الميات مثل ما قلت لكم، وانا بدي اديرها بس وش واحد، بدي هيك ما تكون مالها هالقرطه، بدي اياها هالقرطه هي الطيبه تكون معها، عشان هيك ما راح ادير اكثر من وش، بسم الله. هيك انا درتها وش واحد، وبدي ارجع على الطشط، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا اقلبها هيك مع بعضها واغطيها واتركها تقريبا نص ساعه مشان تستنقع، وبعدين بنرجع مشان ندهكها. هلا هون بعد نص ساعه هي البرغل، هون حطيت مي بصحن، مي عاديه من الحنفيه مشان قلبت ايدي فيها ومشان ابخبخ هيك عليه شوي اذا شفته ناشف، ادهكه هلا، بسم الله الرحمن الرحيم، بده شويه مي، بسم الله هيك، شيء بسيط هيك بايدنا، يعني يا دوب هدول كلياتهم يا دوب ما بياخذوا تقريبا كاسة مي، بدنا هيك كل ما ندهكهم بخبخ هيك شوية مي لحتى هيك تطرى معنا البرغل، يعني يتشكل معنا، بسم الله. أنا ما عم بستحكم، بدي أسكر عشان أقدر أرفع كمامي وأشلح الكفوف. هلا هيك بعد ما خلصت دعكو شايفين صارت منظومة، شايفين شلون صار البرغل يتشكل، ما اخذ مي كتير، لسه زايد بالصحن مي، شايفين ما كل المي راحت، قلتلكم تقريبا كاسه. هلا بدي احط انا زيت الزيتون، في ناس بتحب تحمص بصلي مع زيت الزيتون على الغاز، وفي ناس بتحطه على الني، انا هالمره عملته قبل هالمره، الكبه النيه رح تلاقوها بصندوق الوصف، بسم الله الرحمن الرحيم، في عده انواع للكبه النيه انا عملتها من دون ماكينه، رح تلاقوها بصندوق الوصف، وهي طريقة جديدة كمان ساويتها، كمان طريقة كتير طيبة، الزيت حطيته هيك عني، جربوها كتير بتعطي طعمة الزيت كتير طيبة مع هي الكبة، وزيت الزيتون حصرا، زيت نباتي لا ما بصير مع الكبة النية، بسم الله. كمان هلا بدي ارجع هيك ادهكه شوي، واذا بده كمان زيت بدي احط، يعني انا هون عندي مثل ما قلت لكم البرغل كتير، يعني رح ياخذ
زيت كتير، تقريبا كاستين، كاستين ونص. بسم الله. هلا قلت هاي الكبنيه بما انه عندنا ضيوف بدي ادللها هيك شوي. هلا بتشوفوا بدي اقليلها لحمه مع بصل مع جوز واقدمها معها. بسم الله. هلا هاي اللحمه، حطيت لحمه وهي البصل مفروم ناعم. يعني الله ضروري نحط لها هي اللحمه مع البصله؟ لا لا ما ضروري، بس في ناس هيك بتساويها خصوصي يعني برمضان وقت تكون في ضيوف، في هيك بتدللها شوي، بتحط لها هيك لحمه مقليه مع بصله وجوز. هلا بس وقمت بحطوها وقت التقديم، يعني هلا وقتنا نقدمها هيك نزينها. بدي احط لها كمان هي هون عندي معلقه صغيره، نص معلقه صغيره بهار، سبع بهارات وملح حسب الرغبه، هي معلقه صغيره. احنا قليها هيك خليها تستوي مع البصله ونرجع. نص لها كمان شويه جوز، تريدوا تحطوه مع عني، بتريدوا ما تحطوا جوز كمان مثل ما بدكم، بس انا هيك بدي احمصه، ما حطيت شيء طاول بالطواي، شوي هيك بيعطي طعمه طيبه. وهي اللحمه بسم الله، لازم هيك نخليها تنشف، ما يبقى لها ميات طاوله مثل ما انتم شايفين. شايفين بتكون هيك تنشف مياتها كلياتها. هلا صارت جاهزه اللحمه. والله هي صارت مثل حشوه الكبه اللي مساويها، يعني الكبه المقليه وهيك. ايه نفس حشوه الكبه المقليه او كبه الصينيه وهيك، نفس هي الحشوه مثل ما قلت بعيد الكبه. بنزين فيها. بنزين فيها، ايه وبناكلها معها كمان اذا ردنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص هلا بدنا اياها نقلبها صحن بشغله، بغير هالطواي هي حتى تبرد بسرعه مشان نكمل الكبه. هلا اللي بدي اشيله بعملها هيك وبحطها بكيس وبشيلها. بالبراد بتريدوا اذا بدكم تستعملوها يعني هالجمعه بخلال اسبوع بتحسوا تحطوها بالبراد ما بيصير لها شيء، واذا بدكم اياها تشيلوها لاكثر من جمعه حطوها في كيس بالفريزر، كل ما بدكم بتطلعوا هيك وحده لحالها خلوها تحل تدهكوها شوي وخلص بتكون صارت جاهزه ما بدها شيء. انا هدول هلا عندي كثير الكميه بدي اشيل منها، نلت ايدنا بالزيت ونضغطها هيك لحتى تاخذ شكل الاصابيع، حتى هيك تطلع تقديمها حلو هيك ما شو شايفين. وشلون ما بدكم بتصفوها بالصحن بتقدموها شلون ما انتم بتريدوا. وهي الكبة صارت جاهزة، أطيب كبة بتذوقوها، ساووها وادعولي، كتير كتير طيبة. شوفولي على هالمنظر، هي اللحمة هيك بنحطها معها، بتريدوا تحطوا اللحمة من تحت وتصفوا هيك الكبة فوقها مثل هذا الصحن، بتريدوا تعملوها هيك بهالطريقة هي مثل ما بتحبوا، راح تكون كتير منظرة حلو وطعمتها لسع أطيب، وخصوصا هيك باللحمة المقلية إذا حطيتوا بتحسنوا كمان ما تحطوها. بس ايش المره الجاي بدنا نسويها بعد الافطار او منقدم بعد الافطار لانه بدي ادوق. اي بعد الافطار. شايفين على المنظر؟ انا ما حطيت دبس رمان، اللي بده يحط دبس رمان، بس انا هلا ايش بسوي؟ بحط بصحن جنبه واللي بده بلت فيها دبس رمان بياكل، بس بقلبه ما في دبس رمان. شوفوا لي بقى على المنظر شيء بشهي ولا لا؟ لسه على الطعمه غير شكل. وان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.